طبعا اليوم بمناسبة تأسيس نقابة الصحفي كردستان، ارتأت جريدة كردستان العراق أن تكرم عدد من الصحفيين والشخصيات الأكاديمية والسياسية بالتعاون مع نادي آويزة العائلي. واليوم هذا التكريم عاشر تكريم بالنسبة لجريدة كردستان العراق اللي يجمع الكثير من المكونات الأكاديمية والسياسية والرياضية والإعلامية، ودائما في تحدي في هذه الأمسيات بالنسبة لنا احنا الإعلاميين. نعم، تحديات كبيرة نواجهها أنا من خلال 45 سنة بصراحة، من خلال الحروب ومن خلال التحديات اللي صارت علينا أكبر من ما نتصورها مثل ما يقول. بصراحة الدفاع عن الصحفيين قليل جدا في هذا المجال، وحقوقنا مثل ما يقول مهضومة، لأن بصراحة نعاني من دعم الحكومة مو بشكل ذاك اللي نحن نقدم الخدمات مقابل الدعم اللي ناخذه من الحكومة، إن كان في إقليم كردستان أو كان في الحكومة العراقية.